إذا خلينا ناخذ مثلا ناخذ الحالة فرضا اللي بكون فيها عندي لو كان هذا 50 مثلا 50 نيوتن متر راح اخفف اللود، خففت التورك هون ل 50 نيوتن متر وراح اعمل رن. هلا بتلاحظوا انا خففت التورك، شو صار بالسبيد؟ زادت مش هيك؟ لكنها لسه اقل من السينكرون سبيد. قديش سينكرون سبيد؟ 1500 ار بي ام. فصار عندي هاي النقطة هون اذا بنكتبها يعني احنا النقطة الأولى اللي اشتغلنا عليها اللي كانت هون هاي اللي هي 112، وهلا عم نشتغل احنا على نقطة ثانية هون 50 نيوتن متر. عم تعطيني السرعة، هذه كانت 1460، هاي 1483. اوكي واضح انه السرعة طلعت. طيب الافشنسي، خلينا نطلع على الافشنسي. لو قسمنا هلا هذا الرقم على هذا الرقم بعطيني الافشنسي. فالافشنسي هاي الافشنسي تبعت المحرك، موتور افشنسي، بدها تساوي الاوتبوت ميكانيكال باور اللي هي 7.7 6.4 على 8024. 96.7% هاي الافشنسي تبعت المحرك. اوكي وكمان اذا حسبت الباور فاكتور، الباور فاكتور هون راح يكون 8024 على 1000 8024 11260.7. الباور فاكتور ساف شيك، مش كان احسن على نيرو كلور. هلا وجينا ردينا نزلنا ناخذ نقطة، هاي النقطة اللي هي 50 هون 50 نيوتن متر. هلا لو نزل عندي هذا، خلينا انزل لزيرو، لو زدت لزيرو يعني فيش لود عندي، فراح المفروض السبيد تبعي تصير قريبه من وين؟ من السينكرونس سبيد. هاي حتى اعطتني بالضبط 1500، مرات تعطي 1499 1500، في شويه فيسكس فريكشن، بس الفيسكس فريكشن مش عم بتنزل الصوت. فبالحاله هاي فيش لود عندي، اللود الوحيد هو بس التورك الفيسكس فريكشن اللي موجود هون حتى يتغلب على اللوسز تبعته. فبالحالة هاي راح الاقي طبعا قديش الاوتبوت ميكانيكال باور باي ديفينيشن؟ زيرو. فالافشنسي زيرو، بس في عندي باور فاكتور، الباور فاكتور راح يكون فيري بور، فيري بور باور فاكتور. خلينا نشوف الباور فاكتور قديش هون. عندي 81 على 7813، اذا باور فاكتور ات نو لود 81 وكسور على 7813.01 لاجين. طبعا هذا سيء جدا، الباور فاكتور سيء جدا، ولذلك مش محبذ اني اشغل محرك على فيري لايتلي لودد، لازم احاول اعمل شيء. ناخذ كمان نقطة أخيرة أو نرجع لنقطة الريتد اللي هي كانت 112 ونعمل حساباتها من ناحية efficiency وباور فاكتور. تقريبا الارقام عم تستقر بكير، بس هذا لانه احنا حاطين سامبلينج تايم 1 ملي سكند. طيب هلا نطلع على السرعه، السرعه نزلت 1460 زي ما نتوقع. قديش الاوتبوت ميكانيكال باور؟ 17130. الريل باور 18140. فالافشنسي الافشنسي ات ريتد لود هاي عندي هاي 17130 تقريبا هون، فبصير عندي هون الافشنسي ات ريتد لود تساوي 17130 على 18140. أربعة وتسعين.
لاحظوا هاي مش اعلى افشنسي هون، بس الباور فاكتور يمكن المفروض انه تحسن. خلينا نشوف الباور فاكتور ات ريتد لود، الري باور اكتف باور 18140 والابارنت باور 20130. كانت عندنا هون، لاحظوا الباور فاكتور سيئة هون على 50 نيوتن متر، هاي سيئة هون، باور فاكتور حوالي 0.1.